رحمة الله وبركاته. آبل تعلن عن أسعار هواتفها الجديدة، آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارا، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولارا. أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء رسميا عن هاتف آيفون 12 التي تمتاز عن سابقاتها بدعم شبكات الجيل الخامس. وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن شبكات الجيل الخامس ستمنح المستخدمين مع آيفون الجديد سرعات أعلى ووقت استجابة أقل والخصوصية والأمان، نظرا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات واي فاي الأقل أمنا. ويأتي هاتف آيفون 12 الجديد بخمسة ألوان، وهي الأخضر والأحمر والأزرق والأبيض والأسود. وكما ذكرت التسريبات خلال المدة الماضية، يأتي الهاتف مع هيكل من الألمنيوم بحافات مسطحة. وقالت الشركة إن الهاتف يمتاز بتقنيات جديدة في شكل أصغر، مضيفة أنه أنحف بنسبة 11% وأصغر بنسبة 15% وأخف وزنا بنسبة 16% وذو حافات أصغر مقارنة بهاتف آيفون 11.